بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. اليوم باش ناخذكم جولة في سوق الربع. سوق الربع موجود في جربة. طبيعة الحال هو سوق معروف قديما، فيه الأشياء التقليدية. صباح الخير. الله يسلمكم، الله يبارك فيك. هنا تلقاهم يستقبلوك بوجه طلق ما شاء الله وابتسامة. صباح الخير، الله يبارك فيكم، ما شاء الله. حاول ندخلوا على اليمين من هنا من هذه الجهة. لاحظ الأشياء التقليدية الموجودة. كثيرة جدا لا توصف. والمكان الجميل طبعا. الجميل نطلعوا الأعلى معكم. خير، شوف كده جميل. زرابي 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 زرابي، أنواع جميلة جدا وألوان زاهية للزرابي. الغزالة هذه ديما عندها موجودة في أماكن الكل. الغزالة والجمل مكان جميل جدا في سوق الربع. توابل جمال. طب انا اشوف هذا طبيعي حلو بيه. صور الجزيرة ترى هكا تحيطون. ومرحبا بكم في جهة. تعالى من ثاني من هنا، هذا الكابو تاع السوق هذا ما شاء الله. هذا هو المعلم ما شاء الله. صور انت خذ موظف صور. ملابس تقليدية قشبية قشبية صناعة مصوف. الحمد لله.
نحبوا نصور. اللباس التقليدي بطبيعة الحال ان شاء الله. تفضل ادخل صور. هادي حلوه يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. يا للروعه، كم هذا رائع. ما شاء الله ما شاء الله. هذا اوتيل، وش اسمه؟ ما شاء الله. جميل جدا مكان أجار لي زين. المكان اللي ندخلوا له جميل جدا، المكان اللي ندخلوا له نقول أحسن من المكان اللي قبله. شكرا جزيلا. مرحبا بك. يرحم والديك. سنة أولى في صدغيان، السنة الثانية خذها في غزل. هم قلتوا صدغيان زين من اهلا وسهلا بك، مرحبا بك من الجزائر. اهلا فيك. الله يسلمك. المهم في المحل هنا نشوف المنتجات الجلديه. شوف البلاغة هذه نسمعها كلها من نسمع من الجلو. المحل موجود في سوق الأربعة، تلقوه هنا. شكرا بارك الله فيك.
الو سوق الربا، خرجنا من سوق الربا.